كتب اللقطة بمدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن كتب اللقطة بمدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن قد دل على المولى وسمى في فضلي لا على كنن قد دل على المولى وسمى في فضلي لا على كنن وتى في هذا العلم بما قد زاد على أبهى فنني كتب اللقطة بمدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن معرفة المولى غايته فاتبعوا على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاغرف من هاتك السنن قطب الأقطاب مدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الذرن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الذرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعيني كتب الأقطاب مدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمامنا الروح له أدنى ثمن غيب وفن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فاني غيب وفن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فاني وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار سني كتب الأقطاب مدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هنا الروح له أدنى ثمن والشعب كأس الإرفان وذك سر التوحيد ولا تكوني والشعب كأس الإرفان وذك سر التوحيد ولا تكوني وبحب رجال الله فدم وإمام كل أبي الحسن كتب الأقطاب مدى الزمن أشاد لي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له عدنى ثمن والزم طابا طاهرة إن جئته ميثرة الوطن والزم طابا
الف وتمر ولروحك في القبر ارتهمي قدر المقطع بمدى الزمن أشهدني أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن واشكر لله وسل على طه في السر وفي العلن واشكر لله وسل على طه في السر وفي العلن ولا آل البيت جميعا يا خل وسلم واستكن كتب الأقطاب مدى الزمن أشهد لي أبو الحسن بحر الأشرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن كتب الأقطاب مدى الزمن أشهد لي أبو الحسن بحر الأشرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وابن اليعقوب جاء بلا روى في أثواب الكفن وابن اليعقوب جاء بلا روى في أثواب الكفن فطف يا مولاي عليه وعلينا جمعا بالمنن كتب الأقطاب مدى الزمن أشهد لي أبو الحسن بحر الأشرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن الروح له أدنى ثمن